ويسلا نيوز جريدة إلكترونية تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. إضافته الأولى للاحتفال بمناسبة مرور 20 سنة لترتيب هذه المدينة تراثا عالميا. المهرجان زوين بزاف كيديروا لنا بعدا التراث ديالنا داروا بما التراث ديال المكناس عيسى واطن شكراهم بزاف بزاف اللي كيديروا لنا بحال هاد المهرجانات المكناس لحقاش المكناس خاصه بحال هاد المهرجانات مره ماشي ديما ولكن مره خاصنا بحال هاد المهرجانات يكونوا فنون راقيه بحال هكا. شكرا. ويسلا نيوز جريده الكترونيه تنقل لكم الحدث بالصوت والصوره.